في الخامس من نوفمبر أجرى مظليون بريطانيون وفرنسيون عمليات إنزال جوي في مدينة بورسعيد وحولها وفي منطقة قناة السويس، وشهدت مناطق الإنزال قتالا كبيرا حيث قاوم المصريون مقاومة شديدة. أعتقد أن أحد أكثر الأمور المخيفة كانت عندما تعرضنا للقصف بقذائف الهاون. تسير وتنظر حولك في كل مكان ولا يسعك رؤية أي شيء، لا يوجد شيء ولا أحد يطلق النار عليك، ثم فجأة ومن حيث لا تدري تسمع دوياً وتبدأ هذه الانفجارات من حولك، وأنت تعرف بالضبط ما هي لأنها لا تصدر صوتاً، إنها قذائف الهاون. سدد ضربتك وتمنى من الرب ألا تتعرض للاستهداف. الاستلقاء هناك على الأرض أمر مخيف. أستطيع أن أتذكر أنني كنت مستلقياً على الأرض في انتظار انتهاء قذائف الهاون.